موجز الأخبار من المحور. أهلا بكم. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن، وذلك عقب المشاركة في القمة العربية في دورتها 32 بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية. المزيد في سياق التقرير التالي. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي عقدت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن مشاركة السيد الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمرارا لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك وتوحيد الصف لصالح الشعوب العربية كافة. وأضاف المتحدث الرسمي أن قمة جدة جاءت لتعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي. وعلى هامش القمة، التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية. وعقب انتهاء فعاليات القمة، غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المملكة العربية السعودية عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن. التقى وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بمقر منظمة الصحة العالمية في مدينة جنيف السويسرية، على هامش الاجتماع 76 لجمعية الصحة العالمية. واستعرض وزير الصحة الجهود المصرية في مواجهة الوضع الصحي المتأزم على الحدود السودانية في ظل نزوح عشرات الآلاف، مؤكدا استمرار كافة أشكال وأوجه الدعم المصري للإخوة السودانيين وتقديم الخدمات الصحية المطلوبة للنازحين بالشكل الذي يعزز الأمن الصحي على الحدود. ومن جانبه أعرب مدير المنظمة عن تقديره الشديد لمصر في التصدي للتحديات الصحية في ظل الأزمة السودانية وتسخير الإمكانات المصرية لدعم ورعاية المواطنين السودانيين. عقد وزير الموارد المائية والري الدكتور هانس ويلم اجتماعا لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة، وأوضح وزير الري أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين في إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، مؤكدا دعمه للمنظومة والتي تقوم بتلقي الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها في أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة، وذلك في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم.
أعلنت وزارة الداخلية استمرار فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في كافة السلاسل والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. تحت رعاية رئيس الجمهورية تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. ثمان وعشرون سلسلة تجارية بإجمالي 1211 فرعا على مستوى الجمهورية تشارك في هذه المرحلة من المبادرة وسط إقبال كبير من المواطنين على الاستفادة من التخفيضات ومن الجودة العالية للسلع المعروضة. كل الفرع الاستراتيجية هي متوفرة لكل الناس كل أنواعها، سواء رز زيت سكر اي منتج هو متوفر باسعار مناسبه. ده تعاون مشترك وده دور علينا كلنا احنا كسلاسل تجاريه وكموردين وكحكومه طبعا ان هي بدرت بالمبادره دي ان احنا كلنا نساعد المواطن بمنتجات جودتها كويسه واسعارها في متناول الجميع. كل السلع الاستراتيجيه موجوده وبوفرة، الرز والسكر والمكرونه والزيوت وكل الانواع دي، كل الحاجات دي متوفره معانا وبكثره وبكمياتها، واحنا بنحب نطمن المواطن. الاسعار تنافسيه واسعار كويسه جدا. بسوق في المكان لقيت المكان كويس جدا وعجبني فيه اكتر حاجه ان مبادره كلنا واحد، دي حاجه جميله. فوجئت ان الاسعار مناسبه جدا جدا ليا والاسعار غير ما انا بشوفها كمان بره، وبتمنى ان الاسعار دي تعمم على مستوى كل المتاجر اللي في مصر كلها. مبادره حلوه جدا وبشكر سيادة الرئيس السيسي على المبادرة ديت، بجد بتساعد ناس كتير وأسعارها حلوة قوي. بشكر الرئيس طبعا جدا على المبادرة ونتمنى ان هو طبعا يعملها دايما على طول المبادرة ديت. هي مبادرة ناجحة جدا وبصراحة انا ما بجيبش الا منها. كما حرصت الوزارة على إقامة 4 معارض رئيسية تتوفر فيها كافة انواع السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة. دخلت النهارده لقيت كل حاجه متوفره واسعار في متناول الجميع، كل حاجه موجوده بالنسبه للبطره بتاعه الرئيس. وبعدين ده مش موجوده هنا بس، ده موجوده في جميع السلاسل. انا بشكر الرئيس طبعا على وقفته معانا وعلى المبادره وموفر لنا كل السلع وباسعار مناسبه لينا جدا، وحابه اشكر وزاره الداخليه على وقفتها المهتميه بكل حاجه متوفره في الاماكن سواء في السوبر ماركت او اي مكان. شايفه في فرق بين الاسعار ما بين المبادره وهي موجوده والاسعار ما بين المبادره وهي مش موجوده، في فرق بين السعر ده والسعر ده، ودي حاجه احنا بنتمنى تبقى موجوده على طول علشان تبقى في متناول الايد لينا. حاجات بصراحه على طول اللي انا محتاجاها بتاعت البيت موجوده في السوبر ماركت وباسعار كويسه، وده طبعا نتيجه برضو المبادره اللي الرئيس عاملها، والواحد يعني يتمنى انها تطول معانا اطول فتره ممكنه. هذا في الوقت الذي تواصل فيه منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية مشاركتها في المبادرة من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرق، حبك علينا بلدي فرق ونبقى جنبك للنهاية. وتأتي مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 23 امتدادا لمراحل المبادرة السابقة، والتي تهدف وزارة الداخلية من ورائها إلى المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على أسعار السلع. لو